في الحلقة الماضية اتكلمنا وقدمنا حاجة مهمة، قدمنا عالم وأستاذ في كلية الزراعة جامعة الزقازيق اللي عمل عرابي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ده الرز اللي بيقول موفر للمياه نص كمية المياه، يعني زيه زي المحاصيل العادية. عندك مشكلة في المياه حتى لو ما عندناش مشكلة ممكن نستعين بيه. بعد الحلقة في أعضاء مجلس النواب كلموه وعملوا استجواب للسيد وزير الزراعة، وأيضا علماء كثيرين كلموه. مصر لازم تبقى في المقدمة بالعلم. تحية للمصري، تحية للفكر والعلم. هنشوف جزء من اللقاء عشان نكمل، بنقدم برضو حل لمحصول تاني، محصول القصب بياخد مية كتير في الصعيد، حله ايه؟ بالعلم. هنشوف لقاء سريع مع الدكتور سعيد اللي قدمناه من جامعة الزقازيق كلية الزراعة، اللي قدم انك ازاي تروي بنص كمية المية وتطلع رز عرابي واحد واثنين وثلاثة واربعة. مش هنستورد. تحية للمصريين. احنا نجحنا من سنة 88، انا فزت بمشروع اسمه التربية لتحمل الجفاف في الارز تبع مركز بحوث زراعية ومول الامريكي. المشروع ده هدفه ايه؟ استنباط اصناف مقاومة للجفاف في الارز. في 2010 نجحنا في استنباط صنف عرابي واحد وعرابي اثنين. انا سعيد بانك مسميه عرابي. لا انا مسميه تخليدا لذكرى الزعيم احمد عرابي. عرابي واحد وعرابي اثنين. وبعد كده استنبطنا ثلاثة واربعة كمان، يعني عندنا اربع اصناف دلوقتي. اربع اصناف. الاصناف دي بتتلوى كل كام؟ من 10 ل 15 يوم. زيها زي الذره الشاميه. يعني ده الرز هيبقى التسقيه زي الحاجات التانية بالظبط خالص، زي الزراعة، زي القمح، زي الذره. تمام. بياخد مستوى 3500 متر مكعب بدل 7000. حضرتك اللي بيزرع بالميه العاديه بالشكل العادي بيطلع انتاج قد ايه الفدان؟ بيطلع 3 ل 3.5. انت حضرتك بالنوع بتاعك 4 ل 5، يعني انت ازيد كمان. وموفر 3500 متر مكعب وازيد. وهتقول لي اكله، اكله رائع زي رز البلدي واحسن. ده الرز اللي قدمناه، وبالمناسبه نزل صور، ده اتزرع في السعوديه، زرعوه في جيزان، مدينة جيزان هناك في المملكة العربية السعودية. لو تنزلوا الصور اللي جات لنا اهي، ده الزرع ده رز في الصحراء في السعودية. ده اهو عمر النبات هنا 50 يوم زي ما كان بعتها للدكتور سعيد سليمان اللي بحييه وبنقدم الحلول. وزرعوه في عمان برضو، اشتغل على مية المطر، وهيزرع السنة دي في السودان. يعني كل الدول العربية استفادت بيه، احنا عاوزين نستفيد بيه في العام المقبل. السنه دي صعب، نتكلم على 500,000 فدان مع الدكتور سعيد سليمان، واكيد المركز القومي للبحوث الزراعيه عنده برضه حلول عاوزين نشوفها، ونعمل دورات ونعمل تدريب للفلاحين. مش معقوله احنا بنشتغل ري بالغمر من ايام الفراعنه لغايه دلوقتي. ده العلم، دي الحلول اللي احنا بنقدمها. نروح الصعيد، معانا الدكتور خالد عدلي من زراعه بني سويف، بنتكلم على القصب. هل ممكن القصب برضو اللي بياخد كمية مياه كبيرة يحصل فيه تعديل زي ما شفنا التعديل بتاع الرز؟ ممكن. معانا الدكتور خالد عدلي، بقول لك اهلا بيك يا دكتور، كل سنة طيب، وسعيد ان بلتقي بعالم مصري عمل حل لزراعة القصب بأقل كمية من المياه. اهلا وسهلا استاذ طارق، ازي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيب وكل المصريين بخير وسعادة. اهلا بيك. قول لي، بنتكلم على العلم، احنا عندنا مشكلة في المية عشان القصب، نتكلم على وجه قبلي. حضرتك عملت ايه في القصب؟ وطبعا احنا عندنا مشكله من زمان، وعارفين ان احنا عندنا مشاكل من زمان في كميه الميه اللي بتسرد لمصر من زمان جدا. تمام. وعارفين ان احنا نقدر نتغلب، احنا كمصريين نقدر نتغلب على المشكله دي. تمام. انا شايف في قصب، بس حضرتك شايفه ده؟ ده طبعا. دي صور حضرتك هنا؟ دي صور في كومومبو وفي المطعنه. تمام. لكن كان في اصناف قصب فعليا تتحمل درجه الجفاف، تتحمل كميه ميه اقل. الزملاء طبعا في مركز بحوث زراعيه مع بحوث المحاصيل السريه بالتعاون معاهم قدرنا ننتج فعليا اصناف موجوده تتحمل لحد 6.5
ألف متر مكعب مية بدل 11 و12 و13 ألف متر مكعب مية. يعني لو 11 13 6 ونص حوالي نص الكمية عملته. حوالي نص الكمية تقريبا بنفس مواصفات القصب ولا طعمه يختلف؟ هو نفس القصب نفس معدل نسبة السكر بنفس المحصول. انخفاض بسيط في المحصول طبعا نتيجة بس الانخفاض ده في المحصول ما يوازيش كمية المية اللي احنا ممكن نقدر نوفرها من زراعات القصب. طيب ده حضرتك بقاله قد ايه ومين اللي تبناه ولا هو ده بس حبيس الادراج وعندك في كلية الزراعة؟ لا هو حضرتك معهد القسم المحصولية حاليا عنده صنفين واحنا عندنا صنفين يبقى احنا كده عندنا اربع اصناف نقدر نتكلم فيهم ونقدر نعمل لهم ريليز نقدر ننزلهم عند المزارع بسهولة جدا ونقدر نقيمهم في خلال 3-4 سنين نقدر نقول عندنا صنفين على الاقل قصب يحققوا للمزارع القيمة اللي هو عايزها المحصول اللي هو عايزه ويحققوا شركة السكر نسبة السكر المعقولة اللي هي عايزاها وفي نفس الوقت ياخد كمية مية قليلة ويوفر لنا كمية مية. بجانب ان احنا عندنا حلول ثانية تمام احنا ممكن حتى الاصناف الموجودة حاليا الصنف اللي احنا بنزرعه 2009 نقدر بالمعاملات الزراعيه وبطرق الزراعه المختلفه اللي موجوده برضو حضرتك ببحوث كده جدا وتوصيات موجوده في معهد البحوث المحيطيه السريه بمركز بحوث زراعيه نقدر نوصل حتى ننزل ال 11 ولا ال 13 دول ننزلهم ل 8.5 و9 بدون حتى استخدام اصناف جديده. فما بالك بقى مع استخدام اصناف جديده. مركز البحوث ده تابع لوزاره الزراعه حضرتك ولا تابع لوزاره الزراعه حضرتك؟ طيب هل السيد وزير الزراعه تواصل معاكم او النائب بتاعه او لما احنا عرفنا ان في مشكله وفي بعض يعني المدن أعتقد او بعض القرى قالوا مش هتزرعوا السنه دي هل حصل تواصل مع الزملاء في معهد القسم المحيطي السكريه لكن انا ما اعرفش هم توصلوا لحد فين يعني ما وصلوش للقرار لكن احنا بنقول احنا عايزين بلدنا في افضل حال عايزين بلدنا في اعلى مكانه عايزين نوفر للناس وللبلد العمله الصعبه اللي نقدر نستورد بيها السكر في المستقبل. تمام حضرتك اتكلمت عن الرز كده برضو العمله الصعبه اللي نقدر نستورد بيها الرز من الخارج بايدي مصريه وصناعات مصريه. يكفي اقول لحضرتك ان مثلا من سنه 2003 سنه 2003 ما بنستوردش بذره قصب تزرع في مصر وكل السلالات الموجوده في صعيد مصر بالكامل كلها من انتاج مركز بحوث زراعيه مع بحوث المحيطيه السريه بصوبه التربيه والوراثه اللي كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاهم لمده اكثر من 20 سنه. انا بشكرك وبحييك وفيها حاجه حلوه فيها حاجه جميله بالعلم ممكن نحل مشاكلنا. بشكر حضرتك دكتور خالد يعني انا مش عارف اقول ايه والله يعني احنا شفنا الدكتور سعيد سليمان من الزقازيق ودكتور خالد عدلي من زراعه بني سويف واللي اشتغل في المركز القومي للبحوث الزراعيه اللي هم مختصين بهذا اكثر من 20 سنه بيقول في اربع انواع من اللي القصب ممكن توفر الميه ما بقاش عندك مشكله سواء بقى مشكله اثيوبيا اتحلت ما اتحلتش بنتكلم على لحظات وفترات جديده محتاجين فيها توفير كل نقطه ميه. بلدنا عظيمه بولادها بافكارها بابنائها مصر ولاده يا جماعه مصر فيها حاجه حلوه جميله. احنا مش برنامج زراعي ولا صناعي احنا برنامج مصري وطني بيحب الناس بيحب البلد بيقدم بالعلم الحل. فاصل وهنعيش الحلم هنعيش كل احلامكم اللي تسعدوا بيها. برنامج هو ده ومفاجأتنا النهاردة حلقة غير عادية وهنشوف حاجات انا شخصيا ببقى سعيد بيها. رحنا الجيزة وعملنا صلح هناك ما بين عيلتين طبعا يعني اجدى حاجة انك يبقى في ارساء للسلام والحب وما بين الاهل وبين الشعب واحد. واصعب لحظة لما بتشوف الناس اللي كانت مفترقة وتقترب من بعض وتمد ايديها لايدين بعض. نفسي بلدي تبقى صف واحد قلب واحد بالايمان بالحب بالوطنية. فاصل ونكمل معاكم هو ده وبعتولنا على طارق علام تي في دلوقتي نتواصل معاكم وخش على صفحتنا صفحة المحور نشوف مشاكلكم ايه ارائكم ايه. هو ده فاصل ونكمل معاكم الحلم.